السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس اللي سول على الذكاء الاقتصادي وكيسول لنا خوت فين وصل هذا المشروع هذا ديال الذكاء الاقتصادي ديال السنة الجديدة. الخوت كما كتشوفوا معنا حنا كنتواجدوا وصل المشروع على الخوت. شوفوا هاد البريطمة هادي مشمشة الخوت كما كتشوفوا معنا. هاد الشميشة اللي كانت كتبان لكم ندير الضوء ديالها هانتوما الخوت مشمشة ناضية الخوت. هذا راه الصالون الخوت. هانتي تا ملي كدير الضوء ملي كدير كتهبط الشرم كتبان لنا الصالون كيبان مزيان. هانتوما الخوت هذا هو الصالون. هذا هو شوف المزلجة غادية غير الفينيسيون إن شاء الله. هانتوما هنا إوا الخوت هنايا كيما كتشوفو معانا هاهما حفرو الروكارات ديال العمارات ديال هادو ديال واد الحار. إوا الخوت هنا راه واقيلا تكون شي جردانة كيبغي مساحة كبيرة ضروري يديرلهم شي جردانية. إوا حنا معاهم و لي حطو شي حاجة نوريكم الخوت نبارطاجوها معاكم. هذا المشروع ديال عمران من السنة الجديدة. إوا الخوت هانتوما هنا ايوا نتمشاو نمشيو لاكوزين ونزيدو او نبداو حنا كامل البيت هاد المرة. هذا البيت كما كتشوفو معانا لاليمين ديالو الومنيوم ديالو الخوت وحتى كما كتشوفو معانا مسبوغ ناضي الفينيسيو هانتوما اللهم بارك العود ناضي تاهو هنا كما كتشوفو معانا راه مسبوغ. دوزي لي الفيرني ديالو القاصة ديال القفل عندو البانية ديال كيما كتشوفو معانا البانية ديال الإيموكس الخوت. هانتوما هي ناضية. إوا الخوت هذا هو الذكاء الاقتصادي ديال المشروع السنة الجديدة الخوت. إوا كنعتذر الناس لي كيصيفطو لي كومونتيرات متنجاوبش اخوت كل واحد ان شاء الله نجاوبو. وهانتوما هي اللي باغي شي حاجه يستافد معنا في الفيديو يستافد معنا. هانتوما هنا كيبان مشروع ناضي. هانتوما داك الجهه اللي ملي قلت لكم راه باقا في الخدمه راه فين هي اللي باقا في الخدمه بزاف. داك الشيء اللي ملي ان شاء الله تاهي راه غادي الناس خدامين فيها تاهي قريب هي طلب شويه الوقت باش تسالي. ايوا الله يسخر الجميع الخوت. ايوا الخوت هانتوما هنايا ها حنايا تاني وسط الدوشنا مسيدي كيما كتشوفو معانا. هذا ديال الدوش هانتوما هنايا ناضية تاني ناضية ناضية فينيسيو اللهم بارك. هذا دوار باسكير وخوت سرجم صغير يكون هذا في الدواريط تمانية كما كتشوفو معانا نضا. هانتوما راه محلول هذا غير نص حلة كما كتشوفو معانا. حتى الخوت انا كنصور غير بالتليفون. هانتوما هي السدة ديالو هاهو تسد. دابا نعاودو نحلو. شتو الخوت ناضي طرق تسد الخوت. هانتوما هنايا هانتوما هنايا هذا بيت وهادي لاكويزين. شتو الخوت هذا ديجا لي هاكا ليا. هذا هو البيت وهذه لاكويزين الخوت كما كتشوفوا معانا. لابابو المسائل مزوجة ناضية اللهم بارك الصداقة كبيرة.
ايوا الخوت انتم هاني انتم ما تشوفوا مروه سكير وسكين لا برا تدخل لها ومن في لاكينات شو تو بحال تحل لي تسد ناضي هلو شوف معايا كما كتشوفوا معانا كنصور غير بالتليفون حتى هو هذا كبر منه باش يبان واضح الخوت ملي كتبغي تدخل شوية الهواء هنايا شوية تشحل هادو حتى هو هنايا كتدخل الهواء و تاني تعاود تبغي تسد و تسد و دير الطرق هاهو الخوت تسد ناضي الخوت ايوا الخوت هادو هما الدروج هذا الباب ديالو هذا الباب ديال البراطم كما كتشوفو معانا شوف الخوت ايوا هاد الدروج هتطلع لو كطلع منا كطلع منا كطلع للسطح منا كطلع للسطح وهنا كتهبط للباب من هنا منا كتهبط للباب لتحتاني هانتوما يا الخوت هذا كولوار كبير بين البراطم هانتوما يا ايوا الخوت حنا كنبارطاجيو معكم اي حاجه في مشروع الآل عمران في سر جديد الخوت يلا الخوت تنشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Set me free.